السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحه مزيانه؟ نتمنى ربي تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. وحنا كنستقبلوا هذه المناسبه العظيمه، ذكرى مولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم احبائي ما كاين لا تمارين ولا دروس، فيديو جديد. حبيت نقدم لكم اجمل تحيه واحر التهاني والتبريكات حلول هذه المناسبة الجميلة، وإن شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو يا ربي ليكم ونوليداتكم ونوالديكم. وكنتمنى لكم في هذا العام يكون مليء من النور والهدى والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أحبكم في الله.